بيتحرك لشوال هلا مؤاخذة شيخنا عذر مؤاخذة عفوا. لماذا نعبد الله؟ هل نعبد الله طمعا في الجنة وخوفا من النار؟ أيوة والله أم هنالك شيء آخر؟ أيوة أي نعم يعني شيء فطرة الإنسان. نعم يعني أنت سؤالك يدندن حول ما يروى عن رابعة العدوية أنها كانت تقول في مناجاتها أقول يدندن ما تقصد يدندن حول هذا في فرق بين الذي تقصده وبين الذي يدندن حوله سؤال ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك وإنما عبدتك لأنك تستحق العبادة. الحقيقة أن هذه المسألة التي يعني جاءت في هذه الكلمة التي تروى عن رابعة ولا يهمني صح ذلك عنها أو لم يصح لأني أنا أنظر إلى المقول ولا أنظر إلى من قال. هذه كلمة خلاف الطبيعة البشرية وخلاف ما ظننت أنه الفطرة. يعني الإنسان يعبد الله على خلاف مذهب رابعة إن صح صحة القول إليها، يعبد الله طمعا رغبا ورهبا، وهذا مما وصف الله به عباده في القرآن الكريم. ولا يمكن للبشر أن يتجرد عن الخوف من شيء عظيم رهيب مخيف، لا يمكن إلا إذا أخرج عن طور البشرية، ونحن نتكلم عن البشر. فانظر مثلا موسى كريم الله تبارك وتعالى حينما جمعه الله مع سحرة فرعون وإذا بالسحرة يأتون بسحرهم، فإذا سحرهم يأخذ بألباب الناس الحاضرين ومنهم موسى الذي قال عنه رب العالمين في صريح القرآن الكريم: فأوجس خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. فموسى خاف من سحر السحرة وهو باطل، لكن خوف طبيعة الإنسان. ولذلك إذا كان الإنسان يخاف من سبع، من أسد، من ضبع، من سحر ساحر ما شابه ذلك، فكيف لا يخاف من عذاب رب العالمين؟ وكيف لا يطمع فيما عند الله من نعيم مقيم؟ لا يمكن الإنسان أن يتجرد من هذا الشيء إطلاقا. فهو يعبد الله طمعا في جنته ورهبة من ناره. ولذلك جاء وصف الرسول عليه السلام لنفسه حينما ذكر لهم شيئا لا يحضرني الآن، قال قائل منهم: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه غير قصة أنس بن مالك والرهط. فقال عليه السلام: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله. فإذا هو يخشى الله، فكيف نتصور إنسان يعبد الله ولا يخشاه؟ هذا مستحيل.